الله يجيب الله. روحنا ما تغليش على ربي. نعيم ما راح، راي بقية معانا. نعيمة 30 سنة وهي تتضارب، نعيمة 30 سنة وهي ياكل فيها السرطان، زيز جنفمك وغشز. نعيمة توأم روحي، توأم روحي، ودعتني اليوم لما تودعني. روحنا ما تغلاش على ربي، روحنا ما تغلاش، لا اله الا الله محمد رسول الله. بس انا حبيت نشم رقبتها، حبيت نحطني في رقبتها ونشمها. ما عنديش غيرها يا جماعه الخير، ما عنديش غير نايمة. هي جسر التواصل الوحيد اللي كان بيني وبين البلاد اللي غنيت عليها. نايمة، 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 ارتاحت، نايمة في جنة، نايمة في جنة الرحمن، نايمة سعادتها، نايمة حجة ثلاث حجات، أنا وياه رحنا زوج حجة. نايمة راحت، بس أحمد روحنا ما تغلاش على مولانا، راحت لعالم أحسن من هنا. صلوا لها ودعوا لها، هي الوحيدة اللي كان جسر التواصل بيني وبين البلاد اللي غنيت عليها. نايمة هي مرايتي، نايمة هي اللي عطتني البوفوار. نايمة عظم الله أجر كل الجزائريين، عظم الله أجر كل من دخلت الأفراح، عظم الله أجر كل الدنيا. شهر رمضان الكريم ادنا بدنا في المزوزية، زاناني في فرنسا ما عرفوش يدخلوني في ربع أيام، وأنا كلهم دخلوني شفوتي. يا نايمة راحت، نايمة راحت لمولاها، وروحنا ما تغلاش على مولانا. نايمة العزيزة، نايمة الراقية، نايمة، نايمة الحنونة اللي كانت عزيزة عليا، هي تسميني بنتي، ونسميها يما ونسميها بنتي، هي صغيرة عليا وراها تقبل مني. 30 سنة وهي تتضارب، 30 سنة من نهار ما هي صغيرة بعد زواجها جال سرطان، سرطان دوات وزادت ميمو وزادت ولادها. بسألي ده هي الكورونا، هي الكورونا. كانت كل ثلاث ايام حولي 3 لتر ما من 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 لي بومونتان، كلها كوغاج. نايمة، نايمة كوغاج، تي كوغاج، انت منبر لكوغاج، علمتينا نكونو كوغاج. بصح لكن الحمد لله هي مرتاحة، وانا اترجاكم وارجوكم في هذه الايام المفترشة وفي حرقة قلبي. ما عنديش غيرها، هي كان جزر وحيد، جزر التواصل وحيد. نايمة راحت، كنت نقولها له قند روحي، كنت نقولها له قند روحي نلعقك، قند روحي نلعقك. نايمة ما تخلينيش وحدي، ما عندي حتى واحد غيرك. نايمة بصح نطلب منكم ترجعها، ارتاحت، ارتاحت، ريحت، ارتاحت، ريحت، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. روحنا ما تغلاش على مولانا، ولا يمكن أني في الغربة أنا يا وعمل عطفا بوساق من مذروق. نايمة راحت،
بصح تبقى في قلوبنا وتبقى في كاع اللي دخلت لهم الافراح وتبقى انا وانا شي من غيرها يا مرايتي يا حبيبتي ويا الحنينه ليا ادعوا لها بالرحمه وارجوكم بلكوا تندبوا عليها بلكوا ادعوا لها اللي يحب نعيمه بلكوا تندبوا شعركم ولا شيء انا راني هنا لا حول ولا قوه صار لي 3 ايام وانا نترجى فيهم عطوني غير انبي باش ندخل هضرت معاها في التليفون البارح فتحت الكاميرا قلت لها انتي اللي عطيتيني القوه انتي عطيتيني القوه في حياتي جامبو ولكن اللي تخوف فاتيكي في وقت ما الموت تعطي راحه لا حول ولا قوه الا بالله وربي ان شاء الله وربي ان شاء الله وربي ان شاء الله وربي ان شاء الله يجعلها في هذه الايام المفترجه في جنه ما دارت والو دارت غلقي نعيمة راحت وما ودعتها اش ما كانش لي وداني ما كانش لي صبرني نعيمة كنت حابة نشوفها بصح معليش راهي في الدين خير مني هي في الدين مولاها لا حول ولا قوة الا بالله روحنا ما تغلاش على ربنا سبحانه حتلقى راحة ارتاحي يا نعيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله صلوا لها يا جماعة ستين فم إكسخاوذينا ستين فم والله قسم بالله إنه إنسانة رائعة 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 هي كانت قدوتي في الحياة كانت توأم روحي غاتني بلي مانيش قدامها مغنى وني ندخل الجزائر